بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الحية رقم 5 من مقر إدارة الجهود الشاملة، الفصل الصيفي من عام دراسي 1439-1440. وكنا الحصة السابقة أمس توقفنا في المحاضرة المالية رقم 8، وأعطينا الأفكار الأساسية متعلقة بالمحاضرة المالية رقم 8، وأيضا أعطينا الإجابة على الاختبار السريع، ونص السؤال أمامكم. قسم كروسبي التكاليف إلى فئتين: ألف التكاليف المقبولة والتكاليف غير مقبولة، باء التكاليف المقبولة والتكاليف خفية، جيم التكاليف المقبولة والتكاليف المعقولة، دال جميع ما ذكر. وكنا يعني أعطينا الإجابة عن هذا السؤال، وقلنا أن الإجابة عن هذا السؤال هي ألف. فقسم إذا كروسبي التكاليف إلى فئتين، إذا الإجابة ألف التكاليف المقبولة والتكاليف الغير مقبولة. إذا السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 8، فيليب كروسبي أول من نادى بالغيوم الصفرية، والذي ألف يتفق فيها مع فكرة المستويات المقبولة للجودة والنسب المسموح بها للأخطاء والعيوب، باء يخالف فيها فكرة المستويات المقبولة للجودة والنسب المسموح بها للأخطاء والعيوب، جيم الذي لا يهتم فيها بفكرة المستويات المقبولة للجودة والنسب المسموح بها للأخطاء والعيوب، دل جميع ما ذكر. إذا نعيد السؤال الثاني، السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 8، فيليب كروسبي أول من نادى بالعيوب الصفرية، والذي لف يتفق فيها مع فكرة المستويات المقبولة للجودة والنسب المسموح بها الأخطاء والعيوب، ب يخالف فيها فكرة المستويات المقبولة للجودة والنسب المسموح بها الأخطاء والعيوب، جيم والذي لا يهتم فيها بفكرة المستويات المقبولة للجودة والنسب المسموح بها الأخطاء والعيوب، دل جميع ما ذكر. فعلا الإجابة الصحيحة هي باء، فيليب كروسبي أول من نادى بالعيوب الصفرية، والذي إذا الإجابة باء يخالف فيها فكرة المستويات المقبولة للجودة والنسب المسموح بها للأخطاء والعيوب. السؤال الثالث متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 8، اعتبر بيتيرس القيادة المحور الجوهري والمركزي في عملية تحسين جودة تحت مصطلح جديد تبناه، وهو ألف القيادة من أجل الإدارة، باء القيادة من أجل الريادة، جيم الإدارة من أجل القيادة، ده جميع ما ذكر. اعتبر بيتيرس
القيادة المحور الجوهري والمركزي في عملية تحسين جودة تحت مصطلح جديد تبناه، وهو إذن ألف القيادة من أجل إدارة، باء القيادة من أجل ريادة، جيم الإدارة من أجل القيادة. ده جميع ما ذكر، فالإجابة الصحيحة هي جيم. فقد اعتبر بتاز القيادة المحور الجوهري والمركزي في عملية تحسين جودة تحت مصطلح جديد تبناه، وهو إذن الإجابة جيم الإدارة من أجل القيادة. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 8، من هو وزير التجارة الأمريكي الذي أسس جائزة عرفت باسمه؟ يديرها المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا وتشرف عليها الجمعية الأمريكية للجودة. ألك مالكوم بلدريتش، براد توم بلدريتش، جيم فرانك بلدريتش، ديل بير بلدريتش. والإجابة الصحيحة هي ألف. فمن هو الوزير ومن هو وزير التجارة الأمريكي الذي أسس جائزة عرفت باسمه يديرها المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا وتشرف عليها الجمعية الأمريكية للجودة؟ إذن الإجابة هي ألف، مالكوم بلدريتش. نعم. السؤال الخامس والإجابة ب صح أو خطأ، أهم إسهامات أونو كانت في نظام الإنتاج اللحظي بالإضافة لما يصطلح عليه بمنظومة الخمسة إس التي تمثل تقنية أمريكية لإنشاء وصيانة بالجودة ثم المنظمة. هل هذا صحيح أم خطأ؟ أهم إسهامات أونو كانت في نظام الإنتاج اللحظي بالإضافة لما يصطلح إليه بمنظومة الخمسة إس التي تمثل تقنية أمريكية لإنشاء وصيانة بيئة الجودة ضمن المنظمة. فأفهم هذا خطأ، فأهم إسهامات أونو كانت في نظام الإنتاج اللحظي بالإضافة لما يصطلح عليه منظومة الخمسة إس التي تمثل تقنية يابانية وليس تقنية أمريكية لإنشاء وصيانة الجودة ضمن المنظمة. إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 9، وأمامكم الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 9. ونص السؤال يقول، إذا تدرجنا مع التسلسل التاريخي نجد أنه في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى القوانين التي وضعها فرعون، ألف فرعون، باء حمورابي، بالكبابل، جيم قارون، دل جميع ما ذكر. إذا في هذه المحاضرة دخلنا في الفصل الثاني المزايا الإسلامية للجودة، وفي هذا الفصل بدأنا بالتحدث عن الجودة قبل العصر الإسلامي. وضحنا كيف أن القدماء حاول القدماء من يعني من القديم جدا العصر البابلي وعصر يعني الرومان وغيرهم أنهم يضعون وحدة قياس الأفراد والأوزان والمعايير التجارية الأخرى، وكان التجارة لديهم تعتمد على تبادل المنتجات، وكان هذا التبادل مبني على مبدأ قبول ورفض لمواصفات المنتج، يعني كانوا يعني بعض الأحيان يعني يحملوا المنتج لأنه غير مطابق للمواصفات، وكانوا يعني يعتمدون على ما زاد تحسين الجودة في ذلك العصر. و يعني لو ألقي النظر على عبد الرافع وقبل الآلاف من العوام سنجد أن يعني شعوب القديمة كانت تمارس الجودة في حياتها اليومية، وأن يعني هذا المصطلح الجودة يعني مصطلح الجودة هذا يعني ليس هل واضح الصوت؟
الصوت هل واضح الصوت؟ الصوت هل واضح الصوت؟ نعم. إذا أما مصطلح الجودة ليس جديد وإنما يعني منذ القديم. فإذا درجنا مع التسلسل التاريخي نجد أن في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى القوانين التي وضعها حمورابي ملك بابل، حيث يعني أن هذه القوانين هي أول من تحدث عن قوائم متعلقة بتكاليف ورسوم الخدمات المقدمة. يعني حمورابي أصدر قوانين خاصة بعقوبات متعلقة بالأخطاء، يعني مثل هذا القانون نلاحظ فيه يعني فيه يعني مفهوم الجودة وتكلفة الخدمة. الصوت يعني بعيد الجميع، يعني الصوت بعيد بالنسبة له، أم واضح الصوت؟ الواضح صوت أم بعيد؟ واضح، نعم. أيضاً يعني من يسافر إلى مثلاً متحف اللوفر في باريس يجد يعني القائمة، لوحة فيها قائمة يعني العقوبات الخاصة بالإهمال وتدني مستوى الأداء في عصر حمورابي. أيضاً في القرن الخامس قبل الميلاد وردت مجموعة من الكتب يطلق عليها كتب وهي من الحضارة المصرية، يعني ذكر فيها يعني كيف أن أي انحراف وتجاوز عن المعايير يعتبر جريمة. أيضا في عهد الإغريق، أيضا في عهد الإغريق طلب أبقراط من تلاميذه تأدية يمين القسم على أنهم سوف يقدمون إلى زبائنهم أفضل خدمة وأفضل منتج. في الحضارات القديمة كالحضارة الرومانية والصينية والعربية كانت توجد مدارس تقدم الخدمات وصناعة الإنتاج وفق تقاليد ومعايير. ويعني مثلا الأثار الكبيرة التي يعني مثل الأهرام في مصر، أيضا يعني السور الصيني الكبير، الجنائن المعلقة في بابل، يعني كل هذه تدل على يعني أن هناك جودة في الحضارات يعني ما قبل الإسلام. ثم في العصر الإسلامي يعني الحضارة الإسلامية مهدت منهجا لتطوير الجودة من خلال إعطاء السيادة للعلم والمعرفة والإتقان والتفكير الإيجابي وممارسة العبادات. يعني المسلم في ممارسة العبادات يتمرن على الإخلاص الذي أساسه جودة الأداء الذي هو أساس التحسين والتطوير. وقد ظهرت نتائج الجودة في خاصة في عصر الأموي والعباسي والأندلسي. ويعتبر الغرب والشرق نتائج جودة في العصر الإسلامي أساس في رقيهم وتقدمهم. أن يعني لم يرد يعني نص لفظي بالجودة في القرآن والسنة النبوية، يعني لما نقرأ القرآن أو الأحاديث لا نجد يعني كلمة الجودة، ولكن يعني نجد مفاهيم تماثل الجودة، يعني مثل الإتقان والإخلاص والإحسان
يعني أسدت مثلا، وهذه يعني يعني المصطلحات التي يعني سنعتمد عليها لتوضيح المنظور الإسلامي للجودة. طيب سأحاول أني أبسط لكم يعني هذه المفاهيم لكي لا أستطيع أن نفهم بقية هذا الفصل. نبدأ مثلا بالإخلاص، الإخلاص نبدأ بالإخلاص، يعني الإخلاص هو داخلي، الإخلاص هو داخلي. طبعا مبدأ الإخلاص عام، يعني من يعطي قيمة يكون مخلص، ومن لا يعطي قيمة لا يكون مخلص، يعني هذه مبادئ إسلامية. إذن يعني الإنسان يعني لما يقوم بعمل يكون مثلا لله سبحانه وتعالى، فهذا داخلي لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، بينما الإتقان هو خارجي، الإتقان هو خارجي، يعني نراه في عمل الإنسان. يعني الإنسان لما يعمل تنظر إليه تستطيع تعرف هل هو يعني متقن أم غير متقن، هل واضح الفرق بين الإخلاص والإتقان؟ هل واضح الفرق بين الإخلاص والإتقان؟ كيف أن الإخلاص داخلي؟ طيب إذا نستطيع نقول بصفة عامة، بصفة عامة لما هذا الموظف أو العامل أو الحرفي لما إخلاصه يكون مرتفع يكون متقن لعمله. يعني صعب جدا أنك تجد إنسان يتقن العمل وغير مخلص، يتقن عمل ولكنه يعني غير مخلص، أو إنسان بصفة عامة لما يخلص تجد أن الإتقان في العمل يزداد يعني بصفة عامة. لذلك نستطيع نقول أن لما الإخلاص من الداخل يكون منخفض الإتقان يكون منخفض، لما مستوى الإخلاص يكون متوسط تجد صفة عامة إتقان العامل أو الموظف يعمله يكون متوسط، ولما الإخلاص يكون مرتفع يكون الإتقان مرتفع. هذا بالنسبة لو نحاول نفهم العلاقة بين الإخلاص الذي هو داخلي والإتقان. الآن يعني نضيف مبدأ الإحسان، يعني الإحسان عند تعريفات كثيرة، الجزاء الإحسان إلا الإحسان والذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يعني الإحسان هو تعريفته أنه مستوى، يعني إنسان يقوم بعمل جيد تقول له أحسنت، هذا حسن. يعني تجد مثلا مستوى منخفض ومستوى يعني حسن، فإذا الإحسان هو مستوى، مستوى يعني مرتفع. ف يعني نستطيع أن نقول أن يعني مثلا إذا الإخلاص وصل إلى مستوى الإحسان، يعني أعلى مستويات الإخلاص، يمكن الإتقان يصل إلى أعلى مستوى الإحسان. يعني نجد هذا الموظف يحسن في إخلاصه فينعكس على عمله فيصبح يعني يحسن، يصل إلى مستوى الإحسان في إتقانه. إذا كان يعني نربط ثلاثة مبادئ هذه، يعني لما الإخلاص يكون منخفض يكون الإتقان منخفض، لما الإخلاص يكون مستواه متوسط يكون الإتقان مستواه متوسط، لما الإخلاص يكون مستواه أعلى مستويات يعني يصل الموظف إلى مستوى الإحسان في إخلاصه فإنه يصل إلى مستوى الإحسان في الإتقان. هل واضح العلاقة بين الإخلاص والإتقان
الإحسان، واضح العلاقة؟ نعم. فالذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي أعلى مراتب الجنة، والزيادة الذين يصلون إلى أعلى مراتب الجنة الحسنى، الزيادة هي أما بر إلى وجه ربك الكريم. طيب، المبدأ الرابع هو السداد. المبدأ الرابع هو السداد، و يعني تلاحظون أنه في بداية كل محاضرة دائما يعني أبدأ ب يعني الآيتين من سورة الأحزاب، أقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني السداد هو التوجيه، السداد هو التوجيه. ربما تحدثت سابقا عن هذا الموضوع، يعني في بعض الأحيان لما يعني نقرأ في بعض يعني الشهادات أو الاستدعاء يقول لك ندعو لك بالتوفيق والسداد، فهذا يعني يجعل هناك نقطة استفهام، يعني هل التوفيق قبل السداد أم السداد قبل التوفيق؟ يعني نعطي مثال لكي نفهم موضوع السداد. يعني نأخذ مثال الصياد، لما يذهب الصياد يصطاد فيستعمل أداة صيد، فيجد أمامه مثلا الفريسة، يعني فمفترض أن يعني أنه يسدد أداة الصيد نحو الفريسة، يسدد يعني يوجه أداة الصيد نحو الفريسة، ثم بعد ذلك قد يوفق وقد لا يوفق. يعني لا نجد مثلا صياد يصطاد الفريسة ثم يسدد أداة الصيد، هل هناك من يصطاد الفريسة ثم يوجه يسدد أداة الصيد؟ هل هناك من أكيد البعض منكم يهتم بالموضوع؟ لا. فإذا يعني مفترض التوفيق يأتي بعد السداد، يعني أنا أسدد أداة الصيد ثم قد يعني الإنسان قد يوفق وقد لا يوفق، فالمعنى الأصح هو ندعو لك بالتوفيق، أن ندعو لك بالسداد ثم بعد ذلك بالتوفيق. نعم، لأنه يعني بعد ذلك هو حتى يعني سنرى أن يعني لما نقرأ الآيتين من يعني سورة الأحزاب يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني القول موجه. بالطبع هنا لما نقول موجه قد يكون موجه للإيجابي وقد للسلبي، فبالطبع هنا قولوا قولا سديدا يعني أقوال مسددة في الاتجاه السليم، يعني موجهة للاتجاه السليم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى سدد أقوالك في الاتجاه السليم، ماذا يحصل؟ إذا حصل سورة الأحزاب، يعني إذا الأقوال سديدة موجهة الاتجاه صحيح، ماذا يحدث؟ قلنا التوفيق ما في آية الأحزاب، كيف نرى هذا التوفيق؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، هذا كله بفضل السداد، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فوزا عظيما يعني الفوز بالجنة والنجاة من النار. فإذا يعني نلاحظ يعني أن مفهوم السداد هذا مفهوم يعني نستطيع نقول أنه مبدأ الأساس، يعني يعني إذا كان الله سدد الإنسان في أقواله فيستطيع معناها بهذه الطريقة أنه يكون مخلص وأنه يكون يعني متقن في عمله. وإذا كان السداد يعني معناها تحصل عليه الإنسان فإنه يمكن يصل إلى درجة الإحسان في الإخلاص ويصل إلى درجة الإحسان في الإتقان. واضح العلاقة بين السداد
الإخلاص والإتقان والإحسان. واضح إذا يعني الإنسان يعني الذي يريد يعني الإحسان في الإخلاص ويريد يعني بالضبط ويريد يعني الإحسان في الإتقان، أولا لابد أن يتحصل على السداد والاتجاه السليم. نحن بصفة عامة لما نحتاج شيء نذهب إلى السوق لكي نشتريه، صحيح أم لا؟ لما نحتاج شيء نذهب إلى السوق لنشتريه، والآن نحن نحتاج بالأساس إلى السداد، فهل هذا السداد موجود في السوق؟ نريد السداد للحصول على الإخلاص والإتقان والإحسان في الإخلاص. إذا من أين نتحصل على السداد؟ من أين نتحصل على السداد؟ من الله سبحانه وتعالى ممتاز ومجانا، يعني السداد نتحصل عليه من الله ومجانا. يعني تخيل أي واحد منكم مثلا نسأل سؤال إلى أي شخص منكم يعني مثلا يمتلك شيء، ويأتي شخص يقول له أعطيني ذلك الشيء مجانا، هل تعطيه أم لا تعطيه؟ يعني فرضا أنت جالس في مكان وعندك شيء بسيط قارورة ماء، ويأتي شخص هكذا ويطلب منك أنك تعطيه هذه القارورة مجانا له، هل تعطيه أم لا تعطيه؟ قد تفكر يعني، فبعض الأحيان قد تحتاج إلى تلك قاع الماء فما تعطيه، في بعض الأحيان يعني قد يعاملك يكلمك هذا الشخص بطريقة يعني جيدة فقد يعني تعطيه، لكن تخيل أن هذا الشخص مثلا يعاملك معاملة سيئة، يكلمك بطريقة غير لائقة ويطلب منك يعني هذا الشيء ولو بسيط مجانا، هل تعطيه أم لا تعطيه؟ لا تعطيه. إذا تخيل أنت تطلب شيء عظيم من الله لا يستحق، فأنت تخيل يعني تطلب من الله شيء عظيم الذي هو السداد، تطلب السداد من الله ومجانا لتتحصل على ما وراءه من يعني من أحسان وإخلاص وإتقان، فهل يعقل أنك يعني تغضب الله سبحانه وتعالى ثم تريد أن تأخذ هذا الشيء العظيم السداد بطريقة مجانية؟ هل يعقل ذلك؟ لا. إذن الفكرة واضحة يعني مفترض لا يعقل، منطقي لا يعقل، لكن الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كريم يعني يعطي الخير لمن يشاء يعني بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ولكن يعني نتحدث الآن بالمنطق يعني فهمتني؟ يعني مفترض أنه من يريد السداد لا بد أن يكون على طاعة ولا بد أن يرضي الله سبحانه وتعالى حتى يتحصل على هذا الشيء الثمين المهم جدا الذي هو السداد الذي من وراءه يتحصل على خيري الدنيا والآخرة من خلال الوصول إلى مستوى الإحسان في الإخلاص ومستوى الإحسان في الإتقان، وبالتالي يكون له الفوز العظيم، الفوز بالجنة والنجاة من النار، والذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويعني قلنا أن الحسنى هي أعلى مراتب الجنة، والزيادة هي الزيادة هي النظر إلى وجه ربك الكريم، وحتى النظر إلى وجه ربك الكريم هناك من فسر ذلك بأن هناك من يرى وجه الله سبحانه وتعالى مراتب، حتى هذه هناك من يرى في كل وقت وهناك من يرى في أوقات معينة. إذا كان يعني فهمنا هذا بعد ذلك كله بسيط، يعني قدمنا بعض الأدلة آيات قرآنية لتوضيح مثلا الجودة والإحسان، مثلا يقول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وضحنا مثلا الإحسان وأهمية الإحسان في إتقان العمل، وأيضا تحدثنا عن مثلا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على معاملة الناس بالحسنى والالتزام الأخلاق الحسنة، فقدمنا الحديث التقي الله حيث ما كنت وأثبت سيئا حسنا وخالق الناس بخلق حسن،
وهكذا يعني مجموعة من الأدلة، وقلنا لأجل الحصول على الإحسان هناك سلسلة من السلوكيات، الحث على الإحسان في العمل، باء الحث على العمل الصالح، وجيم التأكد على إتمام العمل وإكماله على أفضل وجه. مثلا في الحث على الإحسان في العمل، قلنا أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. و تحدثنا عن الحث على العمل الصالح، ويعني من ذلك قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وآخر شيء في هذه المحاضرة المرئية رقم 9، قلنا العمل الصالح في الإسلام يتصف بالشمول والتنوع، وهو لا يقتصر على جلب الخير النافع، وإنما يتعدى إلى محاربة الشر الضار. والعمل الصالح يحتاج إلى آداب وتربية وتدريب على أدائه وتوفير مؤسساته. إذا نرجع إلى الاختبار السريع، الكوز المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 9. إذا قلنا: إذا تدرجنا مع التسلسل التاريخي نجد أنه في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى القوانين التي وضعها ألف فرعون، باء حمورابي ملك بابل، جيم قارون، دل جميع ما ذكر. والإجابة هي باء. فإذا إذا تدرجنا مع التسلسل التاريخي نجد أنه في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى القوانين التي وضعها. إذن الإجابة ب يعني حامورابي ملك بابل. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 9، السؤال الثاني: إذن ارتبط مصطلح الجودة في الإسلام بمفردات ومصطلحات ذات علاقة، من أبرزها ألف السداد، باء الإحسان والإخلاص، جيم الإتقان، دال جميع ما ذكر. إذن السؤال الثاني: ارتبط مصطلح الجودة في الإسلام بمفردات ومصطلحات ذات علاقة، من أبرزها إذن ألف السداد، باء الإحسان والإخلاص، جيم الإتقان، دال جميع ما ذكر. والإجابة الصحيحة هي دال، فجميع ما ذكر. ارتبط مصطلح الجودة في الإسلام بمفردات ومصطلحات ذات علاقة، من أبرزها إذن جميع ما ذكر: السداد، الإحسان، الإخلاص، والإتقان. السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 9: ظهرت نتائج الجودة خاصة في العصر الإسلامي، ألف الأموي، باء الأموي والعباسي، جيم الأموي والعباسي والأندلسي، دل شيئا مما ذكر. الإجابة هي جيم. فقد ظهرت نتائج الجودة في العصر الإسلامي، إذن الإجابة جيم، الأموي والعباسي والأندلسي. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية الإحسان في العمل، الإحسان في العمل، ألف ذو شق واحد وهو استخدام أقصى درجات المهارة والإتقان فيه، باء ذو شق واحد وهو التوجه بالعمل لله عز وجل، جيم ذو شقين، الأول استخدام أقصى درجات المهارة والإتقان فيه، وأما الشق الثاني فهو التوجه بالعمل لله عز وجل، دل شيئا مما ذكر. الإجابة الصحيحة هي جيم، الإحسان في العمل ذو شقين، الأول استخدام أقصى درجات المهارة والإتقان فيه، وأما الشق الثاني فهو التوجه بالعمل لله عز وجل. السؤال الخامس والإجابة صحيح أو خطأ:
في عهد الأدريق طلب أبقراط من تلاميذه تأدية يمين القسم على أنهم سوف يقدمون إلى زبائنهم أفضل خدمة وأفضل منتج يمكن تقديمه، هل هذا صحيح أم خطأ؟ نعم هذا صحيح، في عهد الأغريق طلب أبقراط من تلاميذه تأدية يمين القسم على أنهم سوف يقدمون إلى زبائنهم أفضل خدمة وأفضل منتج يمكن تقديمه. إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 10، وأمامكم إذن الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 10. إذن أمامكم نص السؤال، إذن العمل الصالح ينبغي أن يكون ألف أخلاقيا فقط، ب ناجحا فقط، جيم أخلاقيا وناجحا، دال شيئا مما ذكر. فإذا في المحاضرة المرئية رقم 9 وصلنا الحديث عن الحث على العمل الصالح، وقلنا العمل الصالح ينبغي أن يكون أخلاقيا وناجحا، فإذا كان أخلاقيا وغير ناجح لا يجلب منفعة ولا يدفع ضررا، وإذا كان ناجحا وغير أخلاقي فإنه يجلب ضررا، وإذا اجتمع الاثنان فيه كان عملا نافعا غير ضار. وأعطينا يعني أدلة على الحث على العمل الصالح، ثم تحدثنا عن التأكيد على إتمام العمل وإكمال على أفضل وجه، وذكرنا يعني قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقلنا أن إتمام العمل من مظاهر الوفاء، وقد وصف سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله وإبراهيم الذي وفى. ثم تحدثنا عن الأخلاص وعرفنا الأخلاص وأعطينا بعض الأدلة، من ذلك قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقلنا أن العمل مقبول له معياران، أولهما أن يكون خالصا لوجه الله، وثانيهما أن يكون صوابا، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. وتحدثنا إذن أن من متطلبات الأخلاص العمل أداءه بصورة جيدة، وبالتالي يعني تحدثنا عن كيف الأخلاق هو الجانب الظاهر من سلوك الإنسان، ويعني تحدثنا بعد ذلك عن يعني الإتقان وعرفنا الإتقان وعلاقته بالأخلاص والإحسان، وعطينا بعض الأدلة من ذلك قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أيضا قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وعرفنا الإتقان، و يعني أيضا قلنا من المؤشرات الدالة على الإتقان أداء الشيء بمهارة كما جاء في الحديث الشريف الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وتحدثنا عن الإتقان وعلاقته بالمهارات، ويعني أن يعني أيضا أعطينا العلاقة بين الإتقان والإخلاص والإحسان والسداد. ثم بعد آخر شيء تحدثنا عن السداد وعرفنا بالسداد وعلاقته بالجودة والأداء، وكيف السداد يعني يحتاج السداد لالتزام الأمانة في الأداء واستشعار أيضا المسؤولية. وقلنا في الأخير أن الإنسان محاسب عن عمله سواء أبداه للناظرين أو أخفاه، فالله عز وجل مطلع على عمله وسيحاسب عليه، ويتضح ذلك في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
إذا نرجع إلى الاختبار السريع، قلنا أن العمل الصالح ينبغي أن يكون إذا ألف أخلاقيا فقط، ب ناجحا فقط، جيم أخلاقيا وناجحا، دال شيء مما ذكر، والإجابة هي جيم. العمل الصالح ينبغي أن يكون إذا الإجابة جيم أخلاقيا وناجحا. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 10، السؤال الثاني: إذا كان العمل أخلاقيا وغير ناجح فإنه يعتبر عملا ألف صالحا، ب لا يجلب منفعة ولا يدفع ضررا، جيم يجلب ضررا، دال لا شيء مما ذكر. والإجابة الصحيحة هي ب: إذا كان العمل أخلاقيا وغير ناجح فإنه يعتبر عملا، إذن الإجابة ب: لا يجلب منفعة ولا يدفع ضررا. السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 10: إذا كان العمل ناجحا وغير أخلاقي فإنه يعتبر عملا ألف صالحا، ب: لا يجلب منفعة ولا يدفع ضررا، جيم يجلب ضررا، دال جميع ما ذكر. والإجابة الصحيحة هي جيم. إذا كان العمل ناجحا وغير أخلاقي فإنه يعتبر عمل، إذا الإجابة جيم يجلب ضررا. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 10: الإتقان، ألف يعتبر مظهرا من مظاهر الإخلاص في العمل، ب: لا يقتصر في الإسلام على عمل دون آخر، جيم مطلوب في كل عمل من أعمال الدين والدنيا، دال جميع ما ذكر. والإجابة الصحيحة هي الدال، فالإتقان إذن جميع ما ذكر يعتبر مظهرا من مظاهر الإخلاص في العمل، أيضا لا يقتصر في الإسلام على عمل دون آخر، وأيضا مطلوب في كل عمل من أعمال الدين والدنيا. السؤال الخامس والإجابة ب يعني صحيح أم خطأ: يعرف الإخلاص بأنه تصفية العمل من كل شائبة، أي لا يمزج العمل ما يشوبه من شوائب رغبات النفس كطلب المدح من الناس أو تعظيمهم أو طلب أموالهم أو غير ذلك من العلل والشوائب. هل هذا صحيح أو خطأ؟ فعلا هذا صحيح، فيعرف الإخلاص بأنه تصفية العمل من كل شائبة، أي لا يمازج العمل ما يشوبه من شوائب رغبات النفس كطلب المدح من الناس أو تعظيمهم أو طلب أموالهم أو غير ذلك من العلل والشوائب. إذن هكذا يعني نصل إلى نهاية هذه المحاضرة الحية رقم 5، وأيضا يعني بذلك يعني أنهينا أيضا الفصل الثاني. فإن شاء الله يعني غدا ندخل إذا في الفصل الثالث، وهو يعني الفصل إدارة الجودة الشاملة والتغيير، إدارة الجودة الشاملة وثقافة الجودة، ثقافة التغيير. فإذا في آخر هذه المحاضرة أتمنى أن تكونوا استفدتم من محتواها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن شاء الله تكتب أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.